السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا. معروف كلود لوروا. إذن هي مواجهة فرنسية على مستوى المدافع. كيمورو ساما على الدفاع في خط اليمين، كابكو ويلسون، كابكو جيني دي جيني داكونام لاعب ختافي، ولوسون على اليسار، اتشو على الجهة اليمنى من جديد. طلقة سريعة وفرصة للمنتخب البنيني ومحاولة مرور، لكن لويد اي تي ومحاولة من جديد وضربة رأس من جانب هادي بايور، لكن وصلت إلى علي كبي تقريبا. بيسكن أكثر من 12 مليون نسمة بتبريرة في الأمام. المنتخب الدخول القادم من خسارة هذه الفراد وفرصة جول جول. أول أهداف بهذا الهدف، سعيدة يا جماهير بنين بهذا الهدف، اختراق رائع لدفاع المنتخب التوغولي. والهدف الاول ياتي الان في هذه المباراه، هدف اول ياتي الان للمنتخب البنيني. الذي يحتاج لنتيجه التعادل يجد نفسه الان متقدم في النتيجه بهدف مقابل لا شيء. خطا كبير من جانب لوسون مدافع المنتخب التوغولي، يستغل افضل استغلال من وادي الركنيه لمنتخب توغو. اتلعبت عاليه خطيره راسيه من ادي بايور تعود من جديد، ومرة أخرى أدي بايور يبحث عن التعادل. أدي بايور لكن كرة توب بنين. أدي بايور يلعب كرة على الجهة اليمنى، عرضية عالية في حارس المرمى على وغانا وأنجولا والكاميرون وغينيا بيساو وناميبيا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطي. المجموعة الحادية عشر غينيا بيساو، ولدينا الصراع طبعا ما بين كان الصراع ما بين خبرين عن طريق الخطير ستيف مونيه صاحب القميص رقم 9. عرضيه اصلت سهله الى حارس المرمى، حارس مرمى المنتخب التوغولي، حارس مرمى كوتور سبور الكاميروني يلعب في جار. تقدم ياتي على الجهه اليمنى لمنتخب بنين عن طريق اللاعب سيبو، يلعب عرضيه خطيره لكن تبعد من دفاع المنتخب على حدود منطقه جزاء المنتخب التوغولي. حاولت مرور بجانب دافيد جيجلا، يلعب كره عرضيه دافيد جيجلا، يدافعون يعتمدون على الهجمات المرتده. دي كره عرضيه تبعد بضربه راس من جانب. فرصه اخرى لمنتخب بنين، ممكن مرور والحكم قريب من اللعبه. هذه العرضيه من دفاع المنتخب البنيني، وادي من جديد ادي بايور. اين انت ادي بايور؟ اطراف الملعب رقابه لصيقه على هذا المهاجم الكبير من جانب اوليفييه فيردون ومن جانب اللاعب. تسديده جول، لا 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 يا ادي بايور، لا مش عملاق في الانقاذ في هذه اللحظات. وادي بايور من امام، وادي كره عاليه تصل الى كثيفه، تصل الى علي بيك. ينحصر الان ما بين تنزانيا وليسوتو، وادي تسديده مره اعلى المرمى افريقيه. مره اخرى من جديد محاوله تاتي لمنتخب توغو، وادي فرصة تصويبة وهنا انهيت. هذه كرة من جديد في الأمام ولا وجود التسلل. فرصة للثاني، فرصة للثاني، فرصة للثاني، ضاع الثاني على والإعادة، والكرة لم يكن فيها تسلل على لاعب منتخب بنين جوديل دوسو. كرة عالية رأسية، جول 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 للمنتخب التوغولي لتصبح النتيجة الآن 1-1. هذه الإعادة من جديد والانقاذ الاول من جانب الاكبي، وبعد هدف من ركنيه لعبت عاليه مرت خطيره. فرصه، فرصه وتصويبه وكره مرت تبعت في اللحظه الاخيره من دفاع المنتخب البنيني. اي كره بعدها دفاع الجهه اليسرى، عرضيه راسيه مرت خطيره، جول 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 لستيف مونييه. هناك لاعب ساقط على ارضيه ملعب المباراه لكن بيشهد اللعبه، وضربه راس على القائم البعيد. وبنين في المقدمه بهدفين مقابل هدف، بنين في المقدمه بهدفين مقابل هدف، وبالتاكيد الوقت